لحد الآن ما تم تصديره هو 100,000 دولار أو ما يقارب 80,000 زوج من الأحذية، يعني 100,000 دولار مو شيء كبير، لكن شيء معليش يخلينا ما رأيناه اليوم وما سوف يشاهده الإخوة المواطنين عبر هذه المعارض التي تقام في كل الولايات، يعني خلينا نطمح أن هذه الأرقام ستتضاعف أكثر فأكثر، يعني باش نحقوا هدفين. الهدف الأول هو الإحلال المنتوج الوطني ذو الجودة الرائعة، محل منتوج المستوى اللي في كثير من الأحيان نقول هذا المستوى، وأيضا نذهب مع بعض باش نرفع حجم هذا التصدير خارج المحروقات، خاصة كما عندنا الإمكانات إن شاء الله نبلغ أرقام محترمة.